علينا قصف طيران، صواريخ، مدفعيه، قتل، اجرام من كل الميليشيات، قصف ليلا نهارا، لا ننام لا بالليل ولا بالنهار. مرت علينا 2016 ماساه كبيره فيها سوريا كلها. كانت سنه صعبه جدا، وقصف وضرب وقلاء بالاغراض والبضاعه اللي عم تفوت لهون ما في ألعن من هيك. سنه 2016 كل شيء فيه، من القصف، من الضرب، من الجوع، من الدمار، من كل شيء. أطفال كتير ماتوا بهالسنة، والحمد لله كلها يعني كنا متعبين وخايفين، لما نروح على المدرسة نكون خايفين، وكتير من رفقاتي كتير مستشهدين، والمدرسة يعني كلها رعب، ويعني مثل ما نروح خايفين نرجع خايفين. نتمنى الخير ويصير سلام، احنا اسلام نحب السلام ما نحب نزي حديد، لأنه بني آدم أغلى شيء عند رب العالمين. منا 2017 إنه تكون سنة خير على العباد وعلى البلاد وعلى كل الناس بإذن الله تعالى. بتمنى بال2017 إن شاء الله تكون أحسن من السنة الماضية، وإن شاء الله منشوف أيام حلوة، والله بيخلصنا من بشار الأسد إن شاء الله يا رب. سنة خير ويروح عنا هذا بشار الأسد، وترجع العالم على أشغالها وعلى بيوتها وعلى أعمالها، ويصير عنا أمن وأمان. هذا اللي بنتمنى وإن شاء الله، بس أهم شيء بنتمنى ينقلع عنا بشار الأسد. نعم، نحن بنتمنى بسنة 2017 إن شاء الله بتكون علينا خير، ولازم نحن نعيش بسلام وأمان، ومن حقوقنا هي من حقوق الطفل إنه يعيش بسلام وأمان، وإن شاء الله بتكون هالسنة خير علينا يا رب جميعاً.